تعليم القاهرة تمد فتح باب التحويلات بين المدارس والإدارات والمحافظات لحد يوم 15/8. لا معاك لحد لسه فاضل أسبوعين. اللي كان عايز يحول لابنه ناسي إن في ناس بتوع الساعات الأخيرة، يعني النهاردة المفروض كان آخر يوم، ففي ناس النهاردة هتلاقيها مالية المدارس. عايز تعمل إيه؟ عايز أحول لابني. طب أنت كنت فين في الشهر ال 30 يوم اللي فات؟ يقول لك معلش الظروف بقى وبتاع، وصلوا الدنيا وديك شايف. فوزارة التربية والتعليم مدت لكم التحويلات لحد يوم 15/8. اللي عايز يحول لابنه ناسي، اللي بينقل لابنه مدرسة وناسي، اللي عاوز مش عارف ينقل ورق من هنا لهنا من محافظة لمحافظة وناسي، بنقول له معاك لحد يوم 15/8، وبالتوفيق لكل الطلبة. بس يعني حتة كده صغيرة قبل ما النتيجة الناس كلها تعرفها بشكل رسمي، لو سمحتوا الرسالة دي بقى لبابا وماما، مهما كان مجموع ولادكم افرحوا وفرحوهم ودعموا اختياراتهم اللي هم هيختاروهم، ولو كنت شايفه بتحلم بكلية معينة ما جابهاش اوعى تحبطه وتخليه يائس من الحياة. يا ما طلبة خسروا حياتهم، ويا ما اقدموا على الانتحار، ويا ما بقاش عندهم ثقة في نفسهم لما بيدخلوا الجامعة وبيحسوا نفسهم انهم قليلين بسبب تصرفاتنا احنا معاهم. فمهما كان افرحوا وفرحوهم وقولوا الحمد لله وساعدوهم في الاختيار، يعني دوروا كده ايه اللي ينفع في المجموع بتاعه، طب ندخل هنا ولا هنا، وقدم في ده وفي ده وفي ده، واقعد فكر معاه سوق العمل محتاج ايه. لما هيلاقيك انت سند ودعم ليه الاب والام بيفرق معاه جدا، بياخد ثقه بنفسه، مستقبلهم بيبقى في حته تانية خالص. فيهمنا البني ادم نفسه من جوه هو ايه، نبنيه قبل ما ندور هيدخل كليه ايه.